نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الجوف. تقول المرسلة حاء ألف باء: أختنا عرضنا لها بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تقول: لقد أجريت عمليات جراحية عديدة، وفي كل عملية أجبر على أن أكشف أجزاء من جسمي ولا سيما الوجه، ومشكلتي أني قد قطعت على نفسي عهدا ألا أكشف وجهي لأحد إلا لضرورة تجبرني، هل علي من حرج؟ وكذلك كشفت وجهي من أجل قياس النظر لأن لدي ضعفا في النظر، هل علي أيضا من حرج؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه يجب على المرأة أن تستر نفسها وجسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها عورة وفتنة. وكما ذكرت السائلة أن كشف الوجه محرم، وأما ما ذكرت من أنها كشفت أجزاء من جسمها أو كشفت وجهها للطبيب من أجل العلاج، إذا كان هذا ضرورة فلا حرج في ذلك، قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت احتاجت إلى علاج ولا يتم هذا العلاج إلا بكشف شيء من جسمها فلا بأس أن تكشف بقدر الحاجة، وإذا دعت الحاجة إلى كشف الوجه لعلاج النظر فلا بأس بذلك. ولكن الذي يظهر أنه لا داعي لكشف الوجه كله، فتكشف قدر ما يحتاج إليه وهو العينان.